حياكم الله مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية بحلقة جديدة من برنامج حظك حلو مع فاطمة قيدار. شلونكم؟ اشتقيتونا؟ اشتقينا لكم، عساكم بخير وصحة وعافية ورزق وبركة. تعالوا ويانا لحلقتنا لهذا اليوم داخل مول القاهرة اللي يلم العوائل العراقية بكل محبة، شكرا معمل الشياء وفخر الصناعة الوطنية لأن هو راعي برنامجي. تعالوا ونبلش الحلقة. أجواء الطعام ومواصفات عالمية وبجهود محلية. غيابك والغروب وجاية الليل هذن كلهن يا خايب طشرن حيلي وحيلي العشيرة كلها. شكرا كريم، كريم منقذ شعاري من أن يكون ما حافظ شعر معين ولا ببالي شعر، فأول ما نجي فاطمة جبت لي شعر حلو. اليوم نسولف ويا عائلة كلها تتباوع علي، كلها الله يساعدكم. شلونكم؟ شو أخباركم؟ هل شو هذا الأمير الحباب الحلو هذا عاد ياخذ مكان؟ الأمير ويا الموبايل، بلا موبايل؟ مو أمير، جندي تحاول. عاد ناخذ مكانك لو نجيب غير كرسي ها؟ إي أوكي، شكراً، تعبناك، تسلم، شلونكم عيني؟ شو أخباركم؟ شو صحتكم؟ عارفين على حياتي، والله أختي. وأولادها اثنين ما شاء الله، وبناتي وأولادي اثنين. هذا ابنك وهاي بنتك، شنو فرق العمر هذا؟ والله هذه كبيرة صغير وسطانية، هذه البنية بعدين الولد بعدين هين. هو ترتيب العمر واضح لأن اكو فرق سنوات بيها تنطي. ايش قد عمرك؟ 16 سنة. 16 سنة صرتي أخت؟ لا مو عم سنة ونص واجتي اختي انا. لا على اخر عنقود 14 سنة. شعور حلو، حلو انك هيجي كبيره وواعيه وهيك وصلين اخت البيبي من جديد. ساتي من نروي بالموبايل اروي صورتي، هذه منو؟ يقول ماما. اروي صوره ابوه، هاي ثالث منو؟ يقول لي بابا. اروي صوره خواته، هذه منو؟ يقول لي ماما. هذه منو؟ ماما. ماما امهات بالبيت. شو اسمك؟ سند. سند شلونك يا حلو؟ سند سند ما عجبه يحاكينا بس التليفون. سند هاي سنو الخدود الجميلات. لا خلي لا يتحول من امير الى جندي. سند شو باوعي بس 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 بوسه بوسه. الله سوي لي باي باي. سوي باي باي. سوي باي باي. سوي باي باي. لا تسوي، يلا ارتاح، نريدك ترتاح اهم شيء. منو اكثر واحد بيهم تعبك بالتربيه؟ سند وابو سند. انت؟ عزيز ما مرجيه من جاي. صار لي ساعتين بلكت شوي تغير الجو. لا اقنعها يابا حتى تشوف فاطمه قيدار مو تطين بيا. مو تفشلي. مو قبلت كتين اسرار. قبل لا شنو التلسكوب سوت لك؟ على بناتك مو انه بتفشني. مو تقولي لا يكون سن لا يطب خل امدحي بينا. والله قلت لك قبل كان نصت علي شي ليش بيها وياك؟ والله حبابه هي. لو انت اني هي حبابه. وانتي؟ اني طبعا حبابه. والله كانك مو حبابه. لا لا حبابه. ايش قد عمرك؟ مدرسه. مدرسه شنو مو حبابه؟ ويا اخوها هذه يعني ام ثانيه له. لا شو تريدين بها؟ ما تعب هاي دارة يقولها ميري. لأن يعني قلبي وربي وياك إن شاء الله. دمعت.
يعني صايره بيبي سيتر وشاطره ليش هيك ضدك؟ ما هذا العنف الاسري؟ ما ادري ليش. قولي لي العاد ليش حطيتي عليها الامر؟ والله هي من كانت صغيره شويه حركه زين. شنو كانت وقتها؟ تكسر، ما بقت لنا مزهريه، ما بقت لنا تحفيه، ايدها منها مخيطه، رجلها مخيطه. هاي عمري يمه اسم الله يمه. ما احكي اعتباطي عادي. انت شنو عودي برجلي هالثلاثه شيك عادي. شقاوه مال اي من كبرت يعني شويه بالبيت ويا اخوانها مثلا، بس عندها ايجابياته. هو شنو ايجابيات؟ ايجابياتها منظم علي شيء، هاي اول شيء حلو، يعني ترجع من المدرسه كل شيء تحكي لي حلو. اي مرتبه، حبابه، يعني اغراضها مرتبه بالبيت مرتبه، بس انا كل شوي يعني شيء زين. والكبيره؟ الكبيره هادئه، كلش هادئه. اي لطيفه. حبابه؟ اي حبابه. سلبيات؟ بسرعه تدمع، بسرعه تبكي، يعني ما نقدر نقولها ارجع لي ورا قبل ساس. اي تتهم. اي دائما تكون بهذا الوضع، لا احد يحكيها تبكي مو على يعني اي موقف. لا لا بس يعني مثلا ام تعرفين الام تتعصب مرات. لا هوايه مرات، هوايه مرات ما تعصب. ف يعني تلقيها يعني مرات تحكيها عادي حساسه حيل. ام دميعه. يا برج انت؟ ميزان. وانت؟ دلو. حلو، الله يحفظكم ان شاء الله. انت يا انصر؟ انا خامس. وانت خامس اول متوسط؟ وانت ثلاثه لو ثالث؟ صف ثلاثه. شاطر لو كسول؟ يعني شنو النوع اللي يعني؟ ما حتى حمزه يشوفك؟ شو رايك تيجي يمي؟ يلا تعال. يا هلا يا هلا، شو اسمك انت؟ محمد. محمد شاطر لو كسول؟ شاطر يعني. انت بالثالث يعني ابسط شيء تكون شاطر. لا شاطر. شنو اصعب ماده عندك؟ الرياضيات. انت كيف تقولين كردي؟ دراستنا بالاقليم مو هنا، فدراستها هو كردي. فهو يعرف كردي، يعرف عربي، يعرف انجليزي. يلا اقعد ارتاح، تعبنا. انت مستقره بكردستان؟ اي. مش قد تجين لبغداد؟ والله حسب المناسبات اللي تصير بغداد. عطقات. انت واختك مستقرين؟ لا لا بس اني، بس انا. هم يجوش خطار؟ اي انا رحت جبتهم وجيت. زياره؟ شاقي تسوقي؟ والله بطله. اي. شاكيه وهيك؟ مرتين. اي اي. تمشين على السريع؟ يعني امشي. يعني 140 130 120 حسب. 120 120 على محمد القاسم. شارع فارغ امشي. اي اذا بالسيارات لا ما يعني مشكله. حتى السريع هو صح متبلط اوكي، بس اكو سيارات يعني ما تقدرين تظلين. يعني الحمد لله هذا السياره حديثه ويعني ما بيها عطلات وشي ف الحمد لله وشكر. شنو نوع الحنيه اللي بيناتكم كخوات؟ احنا يعني توأم يا عمري. يعني احنا من احنا صغار احنا سوا سوا سوا. كبيره حتى الكليه كملنا سوا. هي اخر العنقود. لا غششني ابنك هذا الولد. يا غشش هذا ابني تنبأ اليوم ما قال نروح. الله عليه والله. هو اصلا تجسم شنو هاي؟ دير بالكم بعد شو تقولوا لي. اي اي ماني بعد ابد ما حد يندق بي ابد. قلت شلون عرفت؟ يقول لا مو هي دائما تجي مول القاهره. والله صح، انا مول القاهره الحمد لله تحسني عندي نسبه بي، مقابلته وقاعده، يا جايبه اهلي، يا جايبه اخواتي، يا جايبه اطفالي، يا جايبه. اما عندي شيء اجي وحدي اشوفه مول، يعني يلم العائله العراقيه، الكوادر مالتنا على طول تجي ويانا بي، لانه تحس هذا المول اللي لام الكل من اهل الرصيف. هم ايش قد فرحانين اليوم لان شافوك على فكره، خصوصا ولدي يعني بينولي يعني يعني والله جدا هم يعني الصوري هتي الصورين من بعيد هو يقول لي ماما قلبي يدق قلبي يدق. يما اسم الله على قلبك، صحه وعافيه على قلبك ان شاء الله حبيبي. تخيلي حبيبتي الله يبارك لك بيها حياتي الله يسلمك. شنو دورك اليوم كاخت كبيره وعندك اخت وعندها بنات وانت عندك اولاد؟ شو تحسين اكو مسؤوليه كبيره لازم تكونين الانسانه الصحيحه بكل موقف؟ اي والله مسؤوليه يعني شو انا بشو سكتي وخليها جبتيها على الجرح. احكي. يعني من هذول عندي الاولاد تلتزمين بالولد بالمدرسه
مكانه روحته رجعته. يعني انا اشوف تربيه الولد مو مثل البنيه. والله بنات؟ لا ما عندي. بس اولاد؟ بس اولاد اثنين. انا احس اصلا الولد اصعب من البنيه والله. البنيه قاعده قدامك بالبيت يقول لك الولد خليه للشارع ويربط. لا اصلا ما خليه يطلع بالشارع، يعني مو ما خليه بس خليه يطلع بس اي مراقبه يعني بابا يعني حيل مراقبته يعني. والله انت اختي الكبيره ولا وسطانيه؟ لا وسطانيه. شنو دورك بين الاهل بين الخوات؟ شنو وضعك؟ منو الاكثر وحده حنينه بيكم؟ منو اللي يتودد منو؟ والله حسب ما يقولون انا اكثر وحده الحنينه. يقول ابنك يقول خالتي حنينه. لا والله كذب انا الحنينه. احكي لي منو؟ تعال تعال انت يمك اسرار العائله، تعال يمي. شلون امك من اسرار عليك؟ راح يكت الاسرار. شلون؟ زين. شو اسمك؟ حسن. حسوني منو الحنين بالعائله؟ خالتي. ليش حنينه؟ لا تبعي علي تخزرين بي؟ قدامي تخزرين قدامي وانا موجوده. أنا يمك أمان، مالك علاقة برقبتي. أطردوك لحق على أخذك جاي للبيت. احكي لي من الحنين. يعني خالاتي لو خالات. خالتي تحبها؟ اي. ليش؟ يعني خالتي شنو الحنية مالك؟ اي اي يا هي طلعنا وتونسنا وهاي. تروحوا لهم لإقليم كردستان؟ اي. ظلت فرفر من جبل لجبل تحط روحك مفرفر. صح. زين شلونك بالمدرسة؟ الحمد لله. زين لو زوين؟ زين زين. سلك أمورك؟ زين الحمد لله. يعني عفا عام لو ها 50 إن شاء الله. إن شاء الله عفا إن شاء الله. إن شاء الله. شو مو؟ شو منو شق الورقة؟ ما هو بعدني بعد ما امتحن. احكي. أقول لك. فتن عليك أرجع. أقول لك ما دام راح أطلع أنا مدرسة بالمتميزين. ما شاء الله. الله يسلمك. فهذا ابني ما طلع معدل عالي، معدله 85. اي هم احنا لان يعني انا مدرسه فالمفروض هو العام كان صدر يعني سياده الوزير كتاب انه اولاد المدرسين ينقبلون بالمتفوقين. هو طلع السنه 85، الكتاب هذا السنه ما صدر لسوء حظنا. فاحنا انا مدرستي تدرين كلها صباحي، انا اولادي هم وياي يروحون ويجون. هذا صار دوامه ظليت ما ادري شلون بيه. يعني انا لحد ذاك الاسبوع انا فكرت انقل من مدرستي بسبب حسن والله العظيم على مود المدرسه. ف حاولت اسوي له شنو استثناء. راجعت بشؤون المواطنين بوزاره التربيه، راجعت بشؤون المواطنين 5-6 مرات انا رايحه وجاي. فاخر مره رحت يعني واحد من المسؤولين قال لي ماكو خلاص شق الاستثناء ماله وطاني ياك. شاقي؟ والله العظيم. ما صار؟ ما صار الاستثناء ماله فأيست وبعد قعدت. وين يداوم؟ هسه يداوم مدرسة يعني يمي. متفوقين؟ لا عادية بس المشكلة دوامها من 8 ل 11، دوامها ثلاثي. تقرا هاي من 8 بخت ما تعطيني اياها. حلوة هاي يلا بتريق وارجع. هسه لا مو المشكلة مو بس المشكلة أنا بدوامي ودوامه. ودوام اخو كبير يعني يقدر يرجع للبيت يقدر يطلع. ليش احنا بيتنا بالشعب، احنا بالشعب بيتنا واني مدرستي بحي اور، فالمسافه يعني وما امن اركبه بالتوك توك وحده لان تدرين التوك توك يخوف. زين ف عمي زلمعوا فيه والله اخاف عليه. فمرات شو اسوي يروح يرجع ببيت جده لو يجي علي قريب بيت جده. اي انت ايش عاجبك؟ عاجبك دوام هذا النص ساعة لو تريد دوام طويل؟ خليه خليه مرتاح. اي والله بس انا والله مرتاح يعني بس تريح قلبك ان شاء الله. مو زين ايش عندك ودرس واحد؟ عاد ما تلحق تتعب. اي فوقها العشية تريد تقول الحمد لله قول درس وما يقرونه. اريد هاي المدرسة اريد ارجع اداوم. هي هذا الموجود العشية تريد كل المواد بها مدرسات والله يتبطل. شنو لا اقعد واسكت داوم لك نص درس وروح. والله احمد ربك عيني انا كل شرفت بيكم. حياتي احنا لك خذتني السوالف وياكم طارت نص الحلقه وياكم. حياتي يعني كلكم خير وبركه ان شاء الله. الله يديم حنيتكم صحه وعافيه وسلامه ورزق. يحفظ لك البنات يحفظ لك الاولاد. نشوفكم بخير وعافيه. مع السلامه. باي. نشوفكم بخير. مع السلامه. اميره الامراء يا امي الابتسامه. باي باي عيني عزيزي. مع السلامة. يلا ناخذ جماعية. طوني تليفون خليكم قاعدين انا اخذ لكم جماعية. شو تقولون؟ يلا رجعنا مكانك رجعنا لك الكرسي. شوف وين تشوفيني؟ ها؟ شوف الاسنان.
وين بدون فلتر الله وكيلك نطق بدون لا ما نريد فلتر احنا من الله مفلترين خبل الف هلا مع السلامه الف هلا مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم تعالي تعال اروح لها لو تجينا اروح لها اروح لها ما تر... هي شوف هي تريد تسوي لقاء وياي بس ما تريد تطلع بالكاميرا تسوي لقاء وياي لا عشان تريدين تطلعين وياي بالكاميرا بعد احنا نروح بعيد عنك حتى لا تضوجين احنا مستمرين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم شكرا لكل عائله تشارك ويانا شكرا لكل كلامكم الحلو وشكرا لكل شيء انتم تحكون بي وياي وكانه اني فرد من افراد عائلتكم كانه اني صديقتكم القديمه والمقربه وحتى تعاملونا معامله انه احنا عائله وحده ما تحسسونا انه احنا قناه او غربه او كادر لا هذا الشيء كل شيء يسعدني ويشرفني نسولف ويا هاي العائله لو ما نسولف وياهم ما نسولف وياهم ما يحبونه لا يحبونه راح ارجع لهم اني وين نروح هسه وين 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 نروح هاي How are you? How are you? Hi, 你好. Hello. شوف عندي ضغوطات حياة بجد الدنيا إلا أن نلتقي مع الصين. Yes. Hello. عمري. 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 Yeah. How are you? How. يعني اسمه مستر هاو. Your name? Yeah. How. Hope. Hope. Can you repeat after me? عمري. Yes, I'm really very good. I'm really very good. Yeah. Wallah, very good. Thank you so much. Nice to meet you. Milak, Avli. مو كل شيء انجليزي. انجليزي. Nice to meet you. Thank you so much. Yeah. Hi. هو جاي هنا انا يسوي تحكي لي انت؟ ايه. اوكي يعني عادي. حاليا كله ولا عن طريق ترجمة؟ انا خليني اتشكرك يعني الناس ما تعرف انت من. انت اكثر انسان انا متعبته وياي بمول القهوه ورسيت بالعكس تنورينا اللي اخابره احنا جايين العاب احنا جايين ناكل احنا جايين نصور حلقه حمزه وماخذين خاوه على الجراج وماخذين خاوه على المول وحكي احس روحي من المستثمرين لا احنا حسبناش من عندنا وبينا ما انت جزاك الله بالعين فضلكم ان شاء الله رزقكم ويبارك بي وان شاء الله سلسله من مول القهوه ان شاء الله رب صدق مول مريح مريح للعين مريح للعائله مناسب نعتز بها هاي صراحه يعني الله يسلمك مستر هاو سلم عمر مستر هاو جاي ده يسوي لنا اكبر صاله بولينج ان شاء الله راح تكون بالعراق يعني صراحه يصممها لو شنو يشتغلها بولينج اوكي كلها على ايده حلو يعني تصميم هو مهندس فهمنا احنا جبنا الالات هو ده يشدهن هو اللي ياخذ القياسات هو اللي يقوم كل الاجراءات شو كنت نلعبها شو كنت احجزها شو كنت تعطيني قريبا ان شاء الله قريبا جدا راح يدش ان شاء الله انت اول المدعوين راح يش... يقص الشريط جيبك مو مشكله خله اشوف قريص شريط ينقص بدوني لا لا ابد ميسر والله انت اول المدعوين ان شاء الله اكيد اكيد نعم الكادر بدول الكادر اول شهر قلها عمري عمري انا ساعه عند الربع عليها وكلنا فلافل وعنبه كلش اليوم كلش مستمتع هو ابد ما نازل جوا ضروري اوكي ضروري يا 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 فيري جود ضروري تودوا ياكل باقي له بالدهن لا بعد شوي شوي دولمه هو ياكل اكل عراقي باتشي لا مو لهالدرجه لازم يوميا اعرف عليه هو اليوم والله بعد ما يرجع كلش بالفلافل يعني لا بعد ما راح يرجع لا لا احتمال يبقى والله اذا ياكل كله لا مو طبيعي اذا ياكل كله بعد ما يرجع لا لا يرجع بالعكس مستمتع هو اصلا اول ما اجى سالناه ايش تاكل قال سوي لي كل الاكل اللي انتم تاكلوه عادي يعني متاقلم وقت ان شاء الله يسلمكم الشغل ما باقي شيء ان شاء الله فتره كلش قصيره اتحمس تقريبا جدا ان شاء الله احضر عضلاتي للعب ان شاء الله ان شاء الله يعني البولينج راح نجيب ارقام قياسيه ان شاء الله رب العالمين موفقين يا تسلمين رب. شكرا جزيلا كلش ممنونه منك نورت حلقتي الله يسلمك نايس شكرا جزيلا يا اوكي جود باي يا عمري والله والله عمري مشاهدينا الكرام نكمل وياكم الحلقه شلون نكمل نكمل نروح نسولف ويا خاله اوكي خلينا نروح نسولف ويا خاله هاي شو مسويه بوجهك شو مسويه ترند الغزاله عادي سولف وياكم هو شنو مسويه ترند الغزاله تعال يمي تعال شلونك خاله شلون صحتك ان شاء الله بخير نورتينا حبيبتي دول عيونك شوف الخير يا قلبي عمري خاله تسلمين طبعا متابعينك لحظه بلحظه انا احبك جموت يا وحموت عليك يا روحي منو سوالك الترند انت سويتي تعال تعال يمي تعال
انت تعرف الشمس بناتك؟ لا بنات اخويا. الله يحفظهن. شلونك؟ زينه. شو اخبارك؟ الحمد لله. سويتي لها التراي مع حمزه؟ خليه يشوفه. شفتي؟ انا هسه اول مره اشوف حمزه. يعني انت ما فرحانه بيه؟ فرحانه بحمزه؟ روحي خيفيدك حمزه. لا انا لو حمزه انت. هسه نكمل الحلقه. هسه نكمل الحلقه. عندي شعر اسمع يقول بس تعال وخلي احكي لك البيه انه هواي بس راح احكي لك شويه على مودك صارت خواطر الناس وانت شفيك تكسر قلبي يوميا. نعيد ونقراها على كيفنا. انه هواي بس راح احكي لك شويه على مودك كسرت خواطر الناس وانت شفيك تكسر قلبي يوميا. على مودك كسرت خواطر ناس انت شفيك تكسر قلبي يوميا. بعد هاي كمليها انت اقرا. كثر ما حاب بسمك وعشق عيونك وياك التفت لما يصيحونك وكب قلبك سواد مطوخ عيونك وكب نيتي بياض ابيض من سنونك وكشام برقبتك من يرخصونك تغليك وتغليهم اللي يرشونك يا من يا عذب يا نمر شلونك بدا يجبتك انطيتك للي يعطشونك كان سم بقلبهم اللي يشربونك سمو زقنبوت. خاله دا صورنا. ها خاله ها شو انت ما قلتي عمري؟ عمري شو صورتينا؟ اي انت تصويرك احلى لو حمزه. لا اثنيناتكم ان شاء الله. لا انت حمزه. رافعيل. لا ابني هذا حبيبي ما يطلعنا حتى مو حلوه. لا ورده مال الله ما اسمح ليش تحكينا على حمزه. عمي جمهورك قوي. وانت النور مالتنا حبيبي. عمري خال الله يسلمك. انت يا صف انا رحت للرابع. يا عمري وانت سادس. صعب لو سهل سهل زين. من يتعارك اكثر بالبيت؟ الاعتراف بالذنب وبالخطأ فضيلة. من يسوي مشاكل بالبيت؟ من المصايب من جوا راسه؟ من اللي 24 ساعة يبكي ويتعارك ومطاق روحه؟ انتي تكتليها وانتي صغيرة؟ ليش تكتليها؟ لان بس عصبني. ليش تعصبيها؟ والله ما مسوي اشي انا فقيرة. انتي كبيرة؟ ايه. شنو هي العد هيك تعصب وتقتل وتضرب؟ اتحملها. ليش يما؟ ثواني الوسطانية طايحة حظي. هي الفقيرة مال بيه. ويلي على الوسطانية. شو تصير بلوى بالدنيا رجع عني. اي والله. الله يعينك والله. ايش كي؟ عمري. فاطمة تدرين هسه انت حققتي امنيتي؟ شنو يا امنيتك؟ انت اشوفك. يا بعد روحي حتى اليوم القاهره ما لقيتش بس يلا لقيناك. يا يابي يا حتى اليوم انا تخيلتك لبس التنوره وقميص وقالون بس بعدين غيرته ذكرتك فيه من قلت لي بنيه صغيره انت احلى وحده ام المناظر. زين قلت لها ليش قلت لها انت احلى وحده؟ لان لابسه تنوره. يا عمري وانت لابسه تنوره على الاساس؟ اي لبستها بس نزعتها لان قلت هذا أمنيتي ما تتحقق بس شفتك. كتليها عادي قبلت. تدرين حمزة ضامج انتي بالحقيقة كلش حلوة. يقول لك حمزة مو عمتك هسه نصفتني شبيك انتي وياي؟ ما انا احبك ما اعرف. يا ربي جبر الخواطر. خاصتنا بالبيت فاطمة القيدار. مشاهدي الكرام والله هذه صدق يعني هذه مشاعر حقيقية مو لأن أنا إعلامية وحاليا عندي لقاء. ضغوطات الحياة كلش كبيرة فسبحان رب العالمين شلون يجبر الخاطر بناس لا على البال ولا على الخاطر إنهم تلقاهم ينتظروك تضحك ينتظروك تبتسم يحبوك يدعو لك رغم أنت دا تمر بظروف صعبة. لا رجلش الأزرق يا يما راحت الظروف الصعبة خطيتها. تدرين هسه حج؟ لا تبكي. لا 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 تبكين. اكو واحد يشوف شي حلو يبكي؟ مو الفرح. الغزالة رايقة حساسة. لا تبكين يا امي. ابكي وياك والله. لا. الدنيا لعبة مينا طابة. هسه ابكي وياك. لا عدلة تبكين مسحية انت قوية.
هسه ابكي. ابكي؟ والله ابكي. بس قولي لي ابكي على زاد دمعتي. لا. واصل هنا. اليوم صار عندي عيد. يا بعد روحي الله يجعل كل ايامك عياد. هسه انا لو حمزه. انتي. انتي الكل بالكل. يقول حمزه المهم خاله نصفتني. انتي عاد انتي كل بالكل. انتي نمبر وان. يا يما يا يما يا يما. دي شوفي. شلون اعوفها؟ عادي تجين وياي كمل الحلقه؟ تجي عادي اخذها وياي اصور لما شويه تسكت وارجعها؟ عادي نفتر هنا نحكي ويا الناس ونرجعك اوكي؟ بس خلي انطي الخاله الهديه. هذه الهديه خاله مقدمه من معمل الشياء وفخر الصناعه الوطنيه. مليون عافيه. فدوى لوجهك حبيبتي وشرفت بيك يا عمري حبيبتي. قعدي ارتاحي خذنا مكانك شويه ونرجع لكم بنتكم خوش؟ يلا تعالي وياي. يا عمري والله وين نروح ويا من نسولف؟ ها نسولف وياهم. الله يساعدكم. شلونكم؟ جيناك ماني وبتي مو شلونك؟ زين والله. لا بيتك العافيه والله العظيم. ما تتورين بجد احبك والله العظيم. بيتك العافيه. شلونك؟ والله اتابعك اقول اتمنى اتمنى يجي يوم واشوفك بيه. وانا اليوم حاطه يعني اليوم عيد ميلاد ماما. صدق العافيه وانت بألف خير والله. حاطه قلت راح تيجي فاطمه غدار متاكده من والله. يعني اليوم انت حسيتي انا راح اجي؟ والله العظيم بيني وبين نفسي. ايش قلتي لروحك؟ قلت اليوم ما بيها مجال يمكن راح تيجي فاطمه قيدار. عمي صدق والله مو يمكن اكيد ونص. والله اي مو مو مو. شلونك؟ والله جينه. قد عمرك؟ 13. الله يحفظك. شو تصير منك؟ اختي. شلونك؟ زينه. شو اخبارك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ مريم. وانتي؟ انا زهراء. وانتي؟ معتز اياد. معتز. معتز اياد اخواتي. من اكثر واحد يتعارك بالبيت؟ بالبيت اخويا. عندك اخم بس يتعارك؟ نفتح بعد. تعال انت تعال يمي. هاي تمام. تعالي حبيبتي. اخوك يتعارك بالبيت؟ اي. وانت ما تتعارك؟ لا. عاقل. اي. من يمن خواتك تتعارك وياك؟ اكو واحدة اسمها رانيا. اكو واحدة اسمها رانيا. اكو بعد واحدة. اي. اشبي الطفل ده يبكي. وينها؟ تتعاركين وياه؟ ليش يا الظالمة؟ هذه امك. هاي ماما. هاي عيد ميلادي. الله يحفظها لك ان شاء الله يا ربي. قولي لي يا عمري. طبعاً من شفتك ما اعرف احكي والله العظيم. صدقيني فاطمه قيدا صدقيني عمري والله. انتم من وين؟ منطقه؟ انا منطقتني جامع النداء جريده الصباح. والله مو القاهره. قريبين كلش. اي والله كلش قريبين على المول. كلش قد تجون للمول؟ اي تبين اسبوع اليوم عيد ميلاد امي قلنا خلينا نسوي بالمول. روح فطومه. هاي اصلا امها تصير صديقه امي وياها بالدوام. والله طلعوا عرف. اي حلو. وين امك؟ جايه لو ما جايه؟ امي جايه بس جوا راحت. دا تفتر دا تصرف فلوس؟ لا راحت. راحت للبيت. إيه؟ اوكي الله وياها. زين انت يا صف؟ اني صف اول متوسط وتركت. ليش تركتي؟ والله ام ابويا تخاف علي. من ايه؟ ام ابويا تخاف علي. بيتك؟ ايه. زين تخاف عليك من المستقبل من دراستك؟ لا لا تخاف علي من الطريق وهاي يعني شويه امراض. انت مريضه؟ ايه. صحه وعافيه ان شاء الله. عمري ما تشوفي ان شاء الله حبيبي. الله يشافيك ويعافيك من كل شر ان شاء الله حبيبي. صحه وعافيه. اشوفكم بخير. مع السلامه. مع السلامه. سلموا لي على اهل. سلم لي على اخوك واختك. نعم. باي باي. باي باي حبيبتي انت. الله وياك. باي. الله وياك. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين لو ما مستمرين؟ احنا ما تريد فاصل مو اليوم؟ هلو شلونك؟ الحمد لله. هلا. شنو هالجمال؟ شو اشوف الفستان؟ شو الله شلونك؟ زينه. شو اسمك؟ اسمي زينه. وانت؟ مصطفى. نسيت شو اسمك؟ لا زنوبه. اوقفي بصف مصطفى. باي على حمزه. حمزه شفت الطباقات؟ شفت الفراشات؟ زنوبة ياصر؟ ثالث. انت؟ خمس. ناسي؟ اقول شو تنطفل؟ لا. شو كله؟ ايه خامس. ايه ثالث. مشيها. لا شو ما مشيها؟ لا شنو؟ شو ما عاجبني مشيها؟ مشيها لو ما مشيها؟ مشيها. مشيها. شو تصير منك؟ اختك؟ ايه اختي. زين انت ويا من جاي للمول؟ انا وام وابوي واختي. وين هم؟ ذول. نجي نسلم عليكم.
نجي يلا كي خلينا نروح نسلم على اهلك. لعد تعال شلونكم؟ جايكم احنا وجهالنا، شو اخباركم؟ الله يساعدكم. الحمد لله الله يحفظهم لك ان شاء الله. مصطفى يضحك علي كل ما هاي يقول لي ايه ويقول لي مشي مشي لتوك. الحمد لله بخير الله يسلمك. يحفظك مصطفى. الله يحفظ الجميع يا رب. تستمين ايش قد تطلعهم للمول؟ والله حسب يعني، حسب الراتب لو حسب الاجازه. الراتب والاجازه هم يعني اي. شلون التربيه وياك؟ الحمد لله. بقعد ياخذي راحتك. احنا كادرنا زين. شلون التربيه وياك؟ زينه. منو اللي متعبك اكثر؟ زنوبه. عزل يشوف قرونك ما يقول متعبه ماما. يا جماعه الخير جمهور حمزه كثران هالايام، دا تشوفين؟ تقولون ويا حمزة صور وعايفين أنا وياك. أنا لا تصيرين أنتي لو مو إعلامية أنا ما أحبك. لا بعد روح على الإعلامية. أي ليش تعبش زنوبة؟ القاعدة وصغيرة. ليش كم طفل عندك؟ بس هذول اثنين. بس هذول يعني هي لأنه بزر القعدة هيك شال على قلبك؟ أي دلال. أنت مدللتها. أي هو. هيك شال على قلبك. صحيح. شلون نوع الدلال؟ تقولي لها لا؟ لا نقولها لا. بس يعني. تبين والله شكلها هي تبكي. على شيء تبكي تدلل. ومصطفى لا عاقل مصطفى. اجعل من بقيت اصلا ظلموتش يا امي مظلومة. بالعكس مصطفى مو حبار مصطفى، بس يلعب يا سحمانة ويسير الشارع ويومية جاية مكسورة رجلة ومتعور متعارك ويا العالم كاسر جام بالطوبة، وانت فقيره وقاعده بالبيت عبي بلعابه. وانا بس قاعد بالباب. وهاي قاعدين بالباب. ايش بيها امك وياك؟ بدلها؟ لا. نعطيك غير ام؟ لا. عندنا ام اصغر منها؟ لا. ما تريدي؟ لا. مقتنعه بيها؟ اي. تحبيها؟ اي. الله يحفظها لك ان شاء الله. تسلمين. صار لكم ايش قد متزوجين؟ 13 سنه. يا عمري ما مبين عليكم. اخذتوا على حب لو زواج تقليدي؟ لا تقليدي. زين تذكري عيد ميلادك؟ اي قد. يلا ابداعاتك شهر الخامس. يا يوم مش قد يا يوم لا ما يصير راح نسأل. تفكر ترى جايك سؤال. اي شهر الخامس لازم ما مسويت لعيد ميلادك. لا والله مسويت لي. هذا زواج تقليدي يا جماعه، شوفوا ما حد يهتم بيك. وانت عيد ميلادك شهر 12 بس الشهر 24/12 صح؟ لا لا هي 24/12. لا ست شهور وين وديت؟ 24/12 جوزائية؟ اي نعم والله ما لك حق. انت جوزائية مثلي يا يوم بالسادس. 22 22 مو جوزائية. مو جوزائية 22. لا مو تدرين؟ مو؟ مو؟ اي مو؟ لا تسألني اني برجي لو برجي ما مو هالقد وايد ابراج يعني. والله زين يعني هسه ما يسوي لك عيد ميلاد؟ لا يسوي مقروب. اي شو يسوي؟ ما يسوي حتى يومك ما حاول. يقول عليش بشهر 12؟ لا بالسادس. هو يسوي لك عيد ميلاد لو لا؟ ها؟ يسوي لك عيد ميلاد؟ اي سوي. يعني هاي السنه سوى؟ اي سوى. سوى لك؟ سوى لك عيد ميلاد وهديه. جاب لك هديه؟ جاب لي محبس. ذهب لو؟ اي ذهب. يعني يصرف؟ اي يصرف. الله يحفظكم ان شاء الله، يستر عليكم، يهدي سركم. بدو اروح ضحكتك انت مثل مصطفى، شو الضحك بوجهي ضحكه تسوى الدنيا كلها. شو وين الضحكه واخر ايدك؟ شو الضحكه الحلوه؟ شو الابتسامه الحلوه؟ يعني انا دا احس نفسي عبالك ايش اميره واقفه قدامك وتضحك هاي الضحكه الحلوه. والله يعني كل ما اروح المول اقعد اشوف فاطمه قيدار. يوم اروح لك فيديو اني عمري انت. الله يحفظ لكم ويحفظكم الى ويخلي لكم زنوبه ان شاء الله. كلش فرحت بشوفك حبيبي. مع السلامه. يحفظ لك. الله يحفظ الجميع. بدول عينك. احنا مستمرين يابا، راح نطلع فاصل. تطلعين انت فاصل؟ عادي عادي اكمل اطلع فاصل واجيك. يلا اقعدي عقله سجيك. مشاهدينا الكرام راح ناخذ وياكم فاصل ونرجع لكم من جديد. ونرجع لكم من جديد. يبرد ويرتب الجو، يومك أحلى وكلش أشهى، خلي ببالك دوم شيوم. حل حياتك وتعم طبيعة، عيش دقايق بالنكهة بديعة، جرب شو من أول مرة رح تلقى الفرحة كل مرة. شياو تاني كلش مناسب، انت اختار وكون الكاسب، كلنا هنا حبينا شياو، نكهات عجيبة وكلش واو. حل حياتك وتعم طبيعة، عيش دقايق بالنكهة بديعة، جرب شو من أول مرة
الاشياء والبارد ايس كريم يا بجامد لجل عيونك اشتري واحلم بك وانا قاعد. شلونك؟ اخبارك؟ الحمد لله. شنو هذا الحضن اللي يجبر الخاطر؟ انا احبك. انا مو عليك اقتحمتيني واني دا ابلش اصور. شنو الحضن؟ شو الاقتحام الحلو؟ شو اسمك انتي؟ ازهار. ازهار يعني مو زهره وحده؟ لا ولا زهر. ما شاء الله. وهذا الشعر الحلو شنو هذا؟ هذا شعري. يا عمري خبل ومنسق القراصه واوتفيت. هذا الاوتفيت ما عليه درجه؟ لا عليه درجة. عليه عفو عام. والله عفو عام مو بس درجة حبيبي. والله وين أهلش؟ منو جاي وياك؟ هذا بابا. يا حمري شوفي شلون فرحان ديك، شلون ايشي وجهه يضحك ديك ماما. زين انت ياصف ثاني بحتك عنوني عبالي خامس. لا هاي كروشة مال وعدة خامس تعدل بيها. تحبيني لو لا؟ ايه كيف؟ هاي خاف شوي. لا هواي. عمري خالة على راسي كل الهلا في دول وجهك يوم الله يسلمك على راسي. هواي هواينا شوي شوية. هواي هواي. ها قد الدنيا لو أصغر من الدنيا؟ قد الدنيا. يعطيني حظه. عمري أنت مع السلامة. باي. هاي هواي يا روحي. الله يساعدكم. ما بلش الحلقة. شلونك؟ حلو. شلونك؟ شو أخبارك؟ شو اسمك؟ معصومة. معصومة؟ اي شو اخبارك؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ الحمد لله يا ربي دائما انت بخير. شو الشعر الحلو هذا؟ ايش قدك هذا شعرك؟ والله على بالك ظفيرة طلعت قدوتها. شو تصير منها؟ اختي الله يحفظها. الله يسلمك. الله يحفظها. احنا كل شوي احس نفسي سندباد دا اطير بسبب الهواء، كل شوي احس روحي راح اطير غير مكان. قد عمرك انت؟ 16. وانت؟ انا 9. 9 يعني صف ثالث ولا رابع؟ ثالث. رحتي رابع لو رحتي ثالث؟ لا رحت ثالث. رحتي ثالث. زين شلون الثالث وياك؟ زين. زين لو زوين؟ لا زين. ها والله. امورك تمام؟ اي الحمد لله والشكر. انت شلونك بالدراسه؟ لا انا زين الحمد لله. ها والله صف ثالث متوسط. لا ناجح. طلعت بالاول؟ طلعت ناجح. معفى عام؟ لا طبعا ما مستواك. لا هو مستواي ما تقدر توصل له. انا اقدر اوصل له بس انا ما اقرب البيت. انا من النوع اللي يطب للبيت يذب الجنطه ويقعد ثاني يوم الصبح ياخذها. اي ما عندي شيء. هاي شدك بابا ما عندي شيء. والله منطونة. بالامتحان ارجع اذا مو 195 اذا مو 95 90 يعني بالناقص. مين لك هاي؟ ها؟ شلون طلعت عفا عام؟ مو انا طلع 50 الحقيقه يعني هذا ابوي اطب له وهو نايم قاعد يابا اذا مو 195 حق الله. والله وجب. تجي الشهاده. 50 60. أريد أشجعك بس ماذا تساعدني أشجعك؟ لا وأنا شفت قبل بالابتدائي شنو شاطر يعني زين كسر واشي. اي اسف بعد مو كسر واشي تعبنا بس يعني ما اعرف اقرا واحد بالبيت وكبرنا يعني واحد يظل يقرا. اي والله شنو يقرا ما ادري ما يصير واحد قبل يعبر كليه ما ادري يعني لو يسوي حتى لو بفلوس واحد يعني ايش اذا حاره رخيص مكسر. اي ماكو كل هذه امك؟ وانا لان اشوف انا تضحك. وهذا الولد يصير منك؟ هذا ابوي. والله والله العظيم ترى يقول لك يجيب درجات عاليه ويجيب 50 هذا ما ادري اهله هنا تدربين ولا لا؟ زين. ها زين مشي اموره؟ لا زين. اكو فرق طول بين امك وابوك مو طبيعي. اي والله شلون فرق الطول بينك وبين اختك؟ اي مو يعني والله تعال هنا العمر. ها امك وابوك كم فرق العمر؟ فرق العمر امك هالقد وابوك هيج يعني انا ابوي عمره 38 وامك 29 عمره. ما تجون ويانا بس نشوفهم فرق الطول؟ ها والله زين. انت تعال يمنا نسلم عليك. تعال وقت قاعد تصورنا بدال حمزه. شلونك؟ الله يساعدك. شو اخبارك؟ الحمد لله وشكرا. صحه وعافيه. الله يسلمك. والله وديك. شلونهم ويانا؟ لا الحمد لله وشكرا. لك شو يقول؟ خاف ما تلحق تشوف الحلقه. يقول اجي لابويا قاعده من النوم قوم يا بفرح راح اجيب 95 تجي الشهاده 50. لا والحمد لله بيض وجهنا نجح وان شاء الله بعد ال عفا عام. يقول لي ما بيح. لا ان شاء الله ايش بالبركه. شلون شجعنا؟ اي شجعنا هواي بس انا ما ادري انا ما له واس اقرب البيت. والله ما له واس اقرب البيت. سبح والله شاطر وذكي بس تعرف شيء حلو من الاب تسوى الدنيا من الاب يسند ابنه. يسلمك الله يحفظك. الاقيها عمي مساندني وصعب والله صعب مو ابوي. الله عليك. والله العظيم ما قلت لي حتى عايدك من البدايه. عادي. لا عادي. يلا عادي. طالع وصارف ومكلم. والله صح ولا غلط؟ اي والله نطيع ايديه مال عينه نطيع هديه. موجوده. طيب شطيتك؟ ها؟
بدال انا ما شايله جسدان عادي مفتوحه اي خاف من عندي من راتبي من تعبي الي شكرا يا لوز عليك الله ما ترجح راح انجح فيها اي والله صلي بيها الدراجة والله يوم عطلة الدراجة سيب القناة بيتها انا هذول اللي يبكون موجودين بحياتي ايوه غير اليوم عطلة مش بيك تبكي ما عيد ميلادك ومطلعك للمول لا قلت له مفتوحة السالفة شو تريد مفتوحة؟ اول شو تريد مفتوحة السالفة؟ 15 قد ايه؟ 15 اذا شد حيلك انت اي والله اجي 18 اذا شد حيلك ايه لا عنده دراجة ان شاء الله السيارة شوي شوي انت شو كنت تفهمها ويا طايرة لا لا عجيب سيارة دا اشر ودا اقول لك شد حيلك تقول لي او يعني كان متعودين دراجة هيك يمنا يسار منو احلامه بابا طور احلامه شعر على ست فاطمة شعور تعاني يلا مع صوت اخرى اتمنى نضرب طلقات الف هلا حياك الله مع السلامة اتمنى نضرب طلقات ادخل بصدك اكتب على شريان دمر نحبك هاي البابا لو الي الك اوكي العدا نقبل الله يحفظ لك اخوك وابوك وامك صحه وعافيه ورزق الله يوديك بخير اوقف خلنا نطق عيدي خلاص ارفع عليك صدق هذه هديه مقدمه من معمل الشياء وتصرفها بالهنا تفيدك للخمس الله يوالي اوكي امورك عدله اليوم اليوم لا تنام نام واقف من الفرحه هيك شموخ مشاهدينا الكرام كل عام وانتم بخير بكل حلقه المفروض اني كل حلقه بلشها اقول لكم كل عام وانتم بخير اذا اليوم كان عيد ميلادكم لان على طول يصادفنا من نصور حلقه انه اكو شخص عيد ميلاده اليوم خاله قبل شوي سلمتي علي ما لحقت اسلم عليك براحتي شلو شو اخبارك الله يسلمك صحه وعافيه الله يسلمك سامعين بيك احنا ام احمد انا راسي يعني سامعه بيها ما شايفتني لا شايفتك بس بالتليفونات يعني بس بالتليفون شلوني خطبين خطبيني لو ما عندك المن يعني لا ثلاثتهم هلا وهلا متزوجين انا متزوجه تعبالي يعني ايه ادري بيك عرفت متزوجه الله يجي احنا هلا وقال ما شاء الله اي هذا الحفيد حفيدي اي حفيدي صلي على حبيبتي الله يخليك انا حبيبتي صيدله ما شاء الله ما شاء الله مبين لا مو لدرجه والله مبين انه حفيدتك كبيره يعني انت صيدله انا لا راح اتخرج المفروض متخرجة هي ثالث صيدلة ما شاء الله الله يحفظها لك يا رب صحة وعافية الله يعافيك كل شيء ان شاء الله حبيبتي الله يحفظك اهل النجف احنا بشوفتكم انا هم نجف بس متزوجة بغداد ساكنة بغداد انا طار عندها الف هلا الف هلا ان شاء الله يسلمك تروحين ترجعين بالف سلام الله يسلمك عمرك قلبي حبيبي نورتوني الله يخليك انتوا النور انتوا الله يسلمك حبيبتي مع الف سلامة الله يسلمك هلا خالتي الله وياك مشاهدينا الكرام حيا الله كل ها خالتي لا ما عندي سؤال بس خطبة قول عندي سؤال بس على الخطبة ما عندي سؤال انا بس ردت اسلم عليك يا عيني اسالك عن سؤال صعب وهيجي ليش صعب؟ لانه اسئلتي سهلة قلت بعد ما اسال نزلت كلها سهلة ايوه انتي سهلة يا عمري خالات تسلمين في دوري الله يسلمك شوفوا بخير الله يسلمك اشكرك مع الف هلا خالة مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياهم مستمرين وياكم نسولف بين اهلنا وناسنا داخل مول القاهرة تحديدا بالطابق الارضي عدنا نطلع للبحر الخارجية بس الجو بارد اليوم واكتفينا هنا شلونك فاطمة شلونك زينة حياك الله وادي الحمد لله الله يسلمك تروحي شايفتك مول بافيليون والله شفتك الف هلا الله وادي الله يسلمك الله بخير وعافية الله وادي الله يسلمك شو اسمك مصطفى من وين من بغداد من المدينة مدينة شنو تشتغل؟ والله يعني تارك يعني رسبت بالابتدائية فنقلوني مساعد تركت هسه الحمد لله موظف حوالي الحرفين بالمدرسة عامل خدمة حلو على شهادة الابتدائية؟ بالضبط الله يوفقك الله يوديك صحة وعافية ورزق شلون هالمدينة؟ والله الحمد لله بخير شو وقت تداوم شو وقت ترجع؟ والله أنا دوامي 4 أيام بالأسبوع حلو يعني مو كل لا 4 أيام من أول أطلع بالسبعة وربع حد الوحدة الظهر وحدة وربع أنا بالبيت حلو هذا الدوام سهل كلش راتبك يسوى ولا لا؟ الحمد لله 300 نعمة من الله تشتغل شغل ثاني لو مكفي؟ والله على المخابرة ويا ابن عمي على المخابرة حسب المخابرة يعني تاكسي لو شنو تشتغل؟ لا بالشامبوات وصبغ ما شعر أنت تجميل
يعني انت تجيب ها اجهز جهز طلبات بالضبط. صحه وعافيه ورزق يا ربي. هذه هديه مقدمه لك من معمل الشياو فخر الصناعه الوطنيه ووالديك الرحمه والقران وانت تسوي القرايات والحسين. الف هلا على راسك. ربي يوفقك ويحفظك ان شاء الله. الف هلا حياك. الف هلا والديك الرحمه. مشاهدينا الكرام هسه صار تعالي بس اسلم عليك بس جنودتي يمك اريد جنودتي والله بس اسلم عليكم. لا بس اسلم. تعالي تعالي تخبلين والله تخبلين. حمزه يحط لنا فلتر. تعالي شو تعتر وراهم حمزه يحط لنا فلتر. تعالوا هنا ها نجيبهم تعالي داخل اعرف الناس عليكم. بس هذا كات رجاء عليك الله كات. شنو كات؟ غير تصور غير فاطمه قيدار غير ما عندي كات غير جنودتي يمك غير تليفوني بيدك. ماكو خصوصية؟ يا جماعة الخير ماي أسيستنت أعرفكم عليها وأختها الثانية أيضا ماي أسيستنت طيف وزهرة صديقاتي ونشتغل سوية على قولتها ماي كلوز فريند. شلونك طيف؟ زينة كلش. تحبيني؟ كلش والله. تحبيني؟ كلش. شلونك زهرة الحاتم؟ الحمد لله. طيف الحاتم؟ زينة بخير. تشتغلون بالإنستغرام؟ إيه. تعبتكم أني بالشغل؟ أبد. والله؟ لا. صعبة بالشغل؟ أني صعبة بالشغل ما سلسة. لا كلش سلسة والله يعني. شو حظه بخت؟ لا والله. بدون مجاملة طيب. لا والله كلش سلسة يعني ما شاء. شو دراستك؟ تصميم داخلي. يا سنة. رابعة. ندري بس ما ليش دا سألك وأنت يا حلو. إدارة أعمال. يا سنة. ثانية. مو ثالثة؟ لا. سنة جاية. إن شاء الله. أني لو ما فرحانة وفخورة أنو تشتغلون وياي مستحيل أجبركم تطلعون وياي. طيب عشت عليكم دور مدير وحركاته إلا تطلعون وياي. أنت فعلًا مديري. اي طيب صح لي مديري. انتو التيم مالتي بعد عندنا بعد اشخاص ثانيه ويا التيم موجودين صح. فخوره ان احنا نشتغل سوا ونتعب سوا. احنا بنات صغار عمرنا ما متجاوز ال 26 سنه صح. ونتعب ونجيب شغل ومسؤولات من نفسنا. عند احكي عن اللي بداخلكم ترى ها اي لا ما ادري انتو تحكون انا حنسكت وفاطمه تحكي. حاسه بيكم بدل عنا بيكم ليش بس قبل السالفون. فانتو قوتي. وانتي دعمي كبير. عمري. روحي. عمري انتي. حبيبة قلبنا. خبريني هسه اطلع فاصل مجيج. ما تروحون. قرباك على غراض هسه اجي. مشاهدينا الكرام بدون كادر حقيقي ما تقدر تنجح. بدون ناس تساندك من تكون تعبان من تكون ضايج من تكون زين من تكون مو زين ما تقدر تكمل. لا بالبرنامج اقدر اكمل وحدي بدون كادر القوي ولا بالانستغرام والسوشيال ميديا اقدر اكمل بدون كادر قوي. شلونك عمو؟ زين ان شاء الله. شلون صحتك؟ هلا عمو فضل. صحه وعافيه. زين اشكرك. شو ابو رقية؟ الله يحفظ لك رقية. هذه رقية؟ اي كبيره رقية. لا هي هاي رقية. الله يحفظها لك. وين ساكنين عمو؟ بالبلديات. صحه وعافيه ان شاء الله ورزق وبركه. كلش قد تجون للمول؟ والله دائما احنا نطلع يعني. غير منو اكثر احد يصرف بالبيت عندك؟ هو انا عادي. انت تصرف؟ انت تصرف عليهم لو اكثر واحد تصرف؟ لا انا اصرف عليهم وهم هم يصرفون عادي يعني. زين هنا ثلاثه من بناتك؟ لا ذني بنات عمي. بنات عمك؟ وبس انت بنته؟ اي هاي بنتي. وهذه المره؟ زوجتي هاي. الله يحفظها لك ان شاء الله صحه وسلامه. هاي. اشكرك. شلون المسؤوليه وياك عمو؟ والله زين ماكو شيء والله. نعم تعبك؟ لا ماكو تعب والله. شلون هالدنيا؟ نعم الحمد لله. اصعب سنه مرت علي؟ ماكو الحمد لله. ولا سنه مره؟ لا لا حياه كلها حلوه والله. ده روح رياضيه. شو ده تجاملني عمو؟ لا والله. من نام؟ لا والله. لا احلى سنه. احلى سنه ولادتي بنت الصيح ولادتي كل فخر. عيد ميلادها اليوم. يوم عيد ميلاد رقية. كل عام وانت بخير صحة وعافية وسلامة. جاهم اليوم كلها عيد ميلادها بموقع. وجبتها جاهم ونستة صحة وعافية ورزق ان شاء الله. الله يوفقها ويحفظها ان شاء الله. اي راجع تابع كم على التيك توك. شو رأيك فيه؟ أحلى برنامج يا عمري عمو فيديوهات والله العظيم. يعني استمر لو بطل؟ لا استمر ليش بالعكس. رغم ضغوطات الحياة والتعب. اي الله يسعدك شلون والله. بس هي حياة هيك يعني تتطلب. اي طبعا. زين نصيحة تنطيني اياها. اي نصيحة لمن يعني؟ الي انا. يعني تمارسين حياتك الاعتيادية وهالبرنامج هذا الحلو. زين. وي الناس يعني مجتمع وي راد يعني. راد الانسان اليوم يكون قوي لو يستسلم. لا قوي وما يعني ما تهز الظروف.
والله شكرا عمي. حتى المرأة شكرا. إيه. تسلم. اشكرك. ممنونة انا. شكرا لك. مع السلامة. الف هلا عمو، خلي لك بنتك ان شاء الله. مع السلامة. مشاهدينا الكرام الف هلا عمو، الله وياك. اي مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم على طول، تشوفونا بكل حب بكل محبة بكل مودة بكل ابتسامة، لكن كل إنسان لا ضير أنه عنده مشاكله ظروفه حياته، الأشياء الإيجابية الأشياء السلبية، حتى نصائحكم تنطونا إياها بالحلقة وتسولفونا بيها، صدقوني هي تكون قوة إلنا مصدر دعم إلنا إلي وكل شخص يشاهدني، لأن على طول تكون نصائحكم حقيقية وواقعية، فهذا الشيء اللي يخلينا دائما نجر نفس ونكون أقوى وندوس على أي ظرف ممكن يواجهنا. أنا مستمرة وياكم، خلوني أخذ فاصل وأرجع. هيداد وبيداد شنو هالكآبة، منو بالمنو حموج يعني يا هابا يا هابا يا هابا وريابة تنتنو لولو شنو هالعر، ماكو شي بارد يفوت منه يا هابا. أنا والله إيجا. منو إيجا؟ شياو. أرى إيجا هاتو إيجا وهاو مثلجاتي شياو، آس كريم وشلورة وموتا خويان بياكر إيجا وهاو. يلا كلكم تعالوا هنا أطفال شباب جنو كياو، يقطع الفيتامينات اذوق شلورة شياو، ينزل بارد على قلبك بالبصرة القومي في الله بصرة قومي في الله. أرى انطيني آس كريم شياو صب للجماعة وناس ياو، انت لكل واحد موطا الناهي وناجي وسبا، حتى شوف هاي بزونه قامت تحكي تقول شياو، قامت تحكي تقول شياو، قامت تحكي شياو. اجود طعم، مواصفات عالميه وبجهود محليه. على مدار ساعة تلفزيونية تشنت وياكم أنا فاطمة قيدار على شاشة الفلوجة الفضائية، بكل محبة بكل ود وبكل عفوية وكل الكلام الحلو اللي يكون بيني وبينكم، حتى الحوارات الجميلة اللي نتناقشها أنا وياكم وهدايا اللي تقدم من معمل الشياو. شكرا حمزة، شكرا حسن، شكرا كريم على شعار وعلى المساعدة. حياكم الله بحلقتين، تنتظروني في حلقة جديدة.